انا قدامي 3 دقايق، انا كمواطن منتظر ايه؟ 18 19. انا كل يعني بالنسبه للمواطن المصري، طبعا المواطن المصري برضو لازم اقول نقطه يا استاذ احمد، يختلف في فئاته وطبقاته. المواطن المصري اللي هو مقتدر جدا، كل ما ارجوه من هذه الفئه ان بلاش البهرجه. ده رسالتي للمواطن ده في 2018 2019. ممكن بعد كده البهرجه تيجي تاني مش مهم، وده بيبقى كويس ساعات للاقتصاد ان الفلوس بدل ما بتاع بتروح هاي بتشغل مسارح وتغير، ولكن احنا في فتره صعبه وخصوصا النقد الاجنبي. بالنسبه للمواطن محدود الدخل والفئه بتاعت محدود الدخل، اقول له ان الاوضاع بتاعتك اصبحت احسن. ليه؟ لان انت الاساس بتاعك في الغزاء، ودخلك فوق ال 2 مليون بيت دخل فيه غاز طبيعي، ما ننساش دي فادت مين؟ والاسكان اللي بتعمل اسكان شعبي فادت مين؟ ففي فئات من محدود الدخل ايضا نقدر نقول شعرت بالاصلاح، عشان ما نعممش. الفئه اللي هي هتتحمل خلال هذه الفتره 2018 و2019، ويجب ان تعلم ان ده ننتظر لمستقبلنا، هي فئه الطبقه الوسطى. الوسطى ما بقتش موجوده. لا 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 ازاي؟ لا لا ازاي؟ لا موجوده. لا موجوده. موجوده طبعا، وانا منهم اهو قدامك. لا صحيح، لا بكلمك صحيح. المتوسطه. لا انا انا انت فاكر انا ما برشتش، ده انا مبسوط من اللي حصل لسبب واحد يا استاذ احمد، ان ابتديت اعيش زي بره. يعني ابتديت اقول لا هنشتري كذا، لا مش هنجيب الكميه دي. لا هبتدي كذا برشد، بعمل ترشيد لنفسي. طبعا فبتقول للطبقه المتوسطه ايه يا فندم؟ بقول لك استحمل، لان العواقب قد تكون وخيمه اذا احنا ما استحملناش. دكتور شرفتني وبشكر حضرتك جدا جدا جدا. شكرا استاذ احمد. شكرا. وانا مش راجل اقتصادي ومش خبرتي اقتصاديه، ولكن بقدر حاولت يعني بقدر الامكان، وعفوا لو كان في حاجات يعني. وانا مش هنا اقتصادي، ما انا عارف انه كمان، بس انا مهندس بس ايه يعني بلم كله مع بعض.